طبعا انا اسماعيل احمد محمد توفيق، عم المجد عليه اسامه عصام ابن اخويا الله يرحمه، اللي هو شهيد الغدر والخيانه الله يرحمه ويجعله من الشهداء ربنا ويسكنه فسيح جدا. طبعا اسامه ده كان بالنسبه لنا كل حاجه، وبالنسبه لابوه هو دراعه اليمين. وطبعا اسامه هو اللي كان شايل شغل الارض بتاعت ابوه، هو اللي كان شايل ابوه، هو اللي كان شايل كل حاجه. يعني ابوه كان بيتاجر في المواشي، وطبعا ابوه يجي لمؤاخذة يجيب المواشي، واسامه اللي ياكلها ويشربها، وكان هو اللي يروح يسقي ارضه، وهو اللي يعمل كل حاجه. دي بالنسبه لاسامه. اما بالنسبه للواقعه اللي حصلت ديت واقعه مأساويه جدا جدا على قلوبنا، واحنا حزنا جدا جدا جدا، لان اسامه اساسه مش كان طرف اصلا في الموضوع خالص. اسامه كل الموضوع ان هو كان داخل يعني يصلح بين اتنين، واحد من بره البلد والتاني من البلد، وطبعا اللي من البلد معروف واخد بالك بالخيانه وبالغدر وبالاسلوب اللي هو الهمجي والبلطجي واخد بالك. فطبعا اللي من بره البلد ده كان خايف ينزل البلد، فاستغاث بمين؟ باسامه ان هو يصلح بناتهم او عشان يعرف ينزل البلد. فطبعا اسامه واخد بال حضرتك، اسامه حاب يصلح بناتهم. ففي اليوم ده اسامه دي كان بيسجي الارض بتاعتي، والارض ملاصقه للمقابر على طول، جار المقابر حضرتك يا حب تشوفها ملاصقه على طول المقابر. طبعا اتفقوا مع اسامه ان هو هيصلح بناتهم واخد بالك، واتصل على اسامه عشان يصلح بناتهم وجوده. فكان من اسامه ان هو كان بده يصلح بناتهم، ولكن كانت الغدره ايه من ايه؟ من الجانب. أسامة مكة. الله يرحمه كان شهم جدا جدا، وكان راجل جدا جدا، ولكن للأسف انغدر بيه واخد بالك. والجاني ده كان متربص بيه واخد بالك، وجاي من البيت بتاعه ومعاه السكينة ومعاه الآلة اللي هو كاتبها سكينة واخد بالك، طالع من البيت يعني بقصد إن هو داخل يموت يا فارس يا أسامة يا أي حد، كان موضوع همجي. فطبعا لقي مين قدامه؟ أسامة اللي بيدافع عن دك عشان يحوش عنه عشان يبعد المشاكل بتاعه. فطعن أسامة 3 طعنات، مش طعنة مثلا ولا خواف ولا هداد ولا كلام ده، لا هو لو هو قصده إن هو مثلا مش يقتل كان خبطه خبطة وجد، يبقى علم على أسامة اللي هو جايبه فارس إن أنا علمت عليه، لكن جاي يموته واخد بال حضرتك، وموت أسامة وصفى دمه في المقابر نفسها واخد بالك. وفارس طلع اسامه على عند اللي بتاع الكلام اللي احنا سمعناه، ان هو طلعه وحطه قدام الشارع بتاعنا، لان طبعا بيوتنا قريبه من المقابر. طلعه وحطه والاهالي صوتوا اسامه مين. في الوقت ده كان اسامه منهي. وصل على طول دخلوه الثلاجه. الطبيب شافه كده دخلوا الثلاجه على طول. وخلي بال حضرتك دي احنا طبعا القضيه ديت عامله رجه في البلد جامده جدا جدا واخد بالك، وعامله هلع بين الاطفال نفسهم، لان اول مره تحصل حاجه زي كده في بلدنا. طبعا احنا بلدكم اسمها ايه؟ بلدنا الزرزمون، قريه الزرزمون تابعه لمركز هي شرقيه واخد بالك. الموضوع ده موضوع كبير بالنسبه لنا جدا جدا جدا، فاحنا بنطالب بحق ابننا، بنطالب الحق ابننا يرجع لنا في اسرع وقت ممكن، لان عشان قلوبنا تهدى وعشان خاطر نقدر ننام وعشان خاطر الانهيار اللي في العيله ده اللي غير عادي ده يعني يهدى شويه. بنطالب القضاء المصري العادل ربنا يبارك فيهم يجيبوا لنا حقنا في اسرع وقت، دي اللي احنا بنطالب. قول لنا بقى استقبلت الخبر ازاي يا حاج عصام؟ يعني طبعا كنت سايب اسامه جنبي حوالي نص ساعه، ان هو قال اروح يابا العب كوره وابص على الارض. ونص ساعة الخبر اللي جالي وأنا لسه داخل المعلم كنت أقدم صلاة عشان أنام، قال تعالى ابنك أسامة واحد خبطه في التربة بالسكينة وتوفى. يبقى جيت خلي بالك لقيت البلد كلها ملمومة، وسبع عربية بتاعت راجل جارنا وهو متوفي، قال لك بروح المستشفي. يبقى خدوه المستشفي دخلوه المستشفي، يبقى الدكتور قال لا ابنك متوفي، ودخلوه التلاجة في نفس الحال. بالنسبة لأسامة طيب اتفضل. وطبعا أسامة يعني عمره ما عمل في حد أي حاجة تزعل حد، وشباب البلد كلياته صغير وكبير عارفين أسامة عن إيه، مجدعة وشهامة، وعمره في حياته محب للناس كلياتها، ولا عمره عمل مشكلة مع أي حد، ودايما في الخير مع الناس كلياتها، والله في الخير عمره ما زعل حد كبير وصغير.
وطبعا الدين غدر بيه في ثانيه، في ثانيه الخبر جاء ان قال ابنكم مات، وعمره ما بينه وبين الولد دي اي حاجه من اللي هو القاتل، عمره ما عمل معاه ولا اتصال ولا سلام ولا كلام. طبعا ده هو عشان يروح يصلح بين زميله اللي هو بيجي يلعب مع كوره، خلي بالك يعني جاي يصلح بينه وبين زميله يلعب مع كوره، لان الولد ده خلي بالك واخد اخو زميله ومصوره ومحزم مدلعه ويصوره عشان يعرض خلي بالك فيديو للبلد كلها تشوف هو مهدده بالقتل. يبقى طبعا زميله يجي حكها لا اسامه، خلي بالك يا اسامه حصل كذا كذا والواد ده مهددنا بالقتل، وتعالى تشوف الوضع ايه كان وماني. قال تعالى هنحل المشاكل اللي بيناتنا، قال هنحل المشاكل خلي بالك وان شاء الله باذن الله هنردكم على بعض، خلي بالك مش في اي حاجه. لسه اسامه بيتكلم مع الولد، اتقابل الولد مستعد، جاب السكينه من البيت وراح دي ضربه 3 طعنات، مات في نفس الحال. جانا الخبر قال لي بكم صوت.